دلوقتي احنا عندنا حاجة لطيفة خالص، عندنا وصفة من الوصفات اللي انا بحبها من زمان بصراحة. عندنا ايه؟ عندنا اوسوبوكو. اوسوبوكو دي يعني فاكر اول فيديو انا عملته لها، الناس يعني الناس كانت بتقعد تتريق ايه واروح للجزار واقول له اوسوبوكو. وهي طبعا بيني وبينكم كانت في الاول يعني اول مرة رحت للجزار، كنت رايح للجزار المفروض ان هو عارف وفاهم بتكلم في ايه، فالراجل بقول له عايز اوسوبوكو، فقال لي شوية كده هنك كده فبيقول لي ايه؟ قلت له اوسوبوكو، فبيقول لي ايه الاوسوبوكو؟ فانا بقول له الاوسوبوكو دي اللي هي الموزة، هي عبارة عن موزة بقري، هي موزة بقري يا جماعة على فكرة، هي مش حاجة يعني من الدماغ. الاوسوبوكو ده الاسم بتاع الأكلة الإيطالي نفسها، فهي أكلة إيطالي، هو ده المنظر بتاعها أهو، دي موزة بقري المنظر ده، موزة بقري مقطوعة بالمنشار بالعرض، لازم تقطع بالمنشار بالعرض زي ما انتم شايفينها. بص لها العظمه هنا في النص دي، ودي واخده الموزه البقري بالكامل. الاصل بتاعها انها تتعمل ببتلو، بس نظرا ان مفيش بتلو دلوقتي لان هو ممنوع ذبحه، فايه اللي هيحصل؟ احنا عاملينها ببقري. هتطول شويه طبعا على النار لانها كلها عضلات، دي كلها عضلات، كل اللي انتم شايفينه الدوائر اللي جوه دي كلها عضلات وجيلاتين. طيب احنا مهمتنا ايه بقى؟ احنا او كولاجين، انا اسف، ده كل ده كولاجين. حلو، احنا مهمتنا ان احنا نحول الطهي البطيء على نار هاديه للحمه، بيحول الكولاجين ده لجيلاتين. الجيلاتين سهل يتاكل ويبقى حلو ولطيف والكلام ده كله، لكن الكولاجين بيشد. عشان كده دايما يقول لك ايه، الكبار في السن الكولاجين بتاعهم بيقل وبشرتهم بتبتدي تجعد، لان الكولاجين هو اللي بيشد كل الحاجات دي. لكن لما يبقى الكولاجين في جسمك حلو وباين وواضح وصريح، بص ليه في نضاره، جسمك مشدود، الكلام ده كله. انا هنا هعمل اللحمه دي لحمه جديده، قطعيه جديده بتقعد على النار فتره طويله، عشان كده بيستخدموها في البتيلو. فاحنا هنعملها بقري لان زي ما قلت لكم مفيش بتيلو، وبالتالي هتقعد لها على النار تقريبا حوالي، بس بالتقطيع دي يعني هتقعد لها حوالي ساعه ونص. واحنا مش هنعملها في يخني، او مش هنعملها في طاجن، او مش هنعملها في الفرن، هنعملها على النار في حله عاديه خالص. ماشي، البدايه طبعا دايما بالملح والفلفل الاسود. ايه يا فندم؟ حاضر، تعالوا بس نقول المقادير. ماشي، المقادير بتاعتي انا هاخد مثلا كيلو لحمه من الاسبوكه او موزه بقري مقطوعه بالمنشار، عند جزار عنده منشار كهرباء، وهاخد بصل ابيض، وهاخد ذره بيبي صغيره، وجزر وصلصه، ومعلقه صويا او معلقتين صويا كبار، وعندي كرفس وزعتر اخضر وجزر وتوم، وعندي دقيق عشان هعفر بيه اللحمه، وعندي كوبايه عصير من العنب او التفاح زي ما انتم موجودين من غير سكر. تمام، التوم بتاعي هنا انا مش هفرمه، انا هحطه بحاله زي ما هو في الحله بتاعتي. حلو، وعندي شويه حمص، وحمص بيوري لان هو ده اللي هنحط الطبق عليه، ده اللي هيبقى الفرشه بتاعه حته اللحمه، لان هي دي احنا عاملينها اكله ايطالي بس بتويست شامي شويه، ان احنا هنحطها او بلفه شامي كده، ان احنا هنحط تحتها شويه حمص والحركات دي كلها. الطاسه بتاعتي سخنه مولعه، سخنه مولعه. هنعمل ايه؟ البدايه دايما طبعا في اللحمه بالذات بملح وفلفل اسود، زي ما قلت لكم مفيش حاجه اسمها اللحمه او الملح بيأخر تسويه اللحمه، الكلام ده مش حقيقي، بالعكس انا عايز اقول لكم ان انا بحط اللحمه الملح بتاعي على حته اللحمه وبسيبها كده قبل التسويه كمان ساعه ساعوي، هتبص تلاقي هو عرقت. التعريقه دي معناها ان كل الشعيرات اللي جوه حته اللحمه، على الرغم انها مدبوحه ومش عايشه ومش حاسه، بس هي طلعت خدت الملح دوبته وراحت واخداه ونازله بيه على جوه. فالحته بتاعت ان الملح بينشف، الملح بينشف لما تسيبه على حته لحمه 3 4 ايام، هو دي انت كده بتعمل رنجه خلاص، او بتعمل سلمون مدخن يعني، او سلمون كيورد بالملح. حلو، لكن هنا كده مفيش حاجه تاني خالص، احنا هنا هتحطوا الملح ساعه دي مفيش فيها ادنى مشاكل. هنعمل ايه بقى؟ هنعفر يعني هنعفر بدقيق، لان انا حته اللحمه دي عايزها هتاخد وقت على النار، فانا بالتالي عايزها تبقى محمية عندي، بمعنى انها مش هتاخد، ما تتحرقش وما تاخدش اللون اللي القوي اللي يبوظ مني والكلام ده. انا زي ما انتم شايفين كده عفرتها بدقيق، خلي بالكم انتم ممكن تخلوا الجزار يقطع لكم الحته دي، لان الحته دي هي دي الشريطه اللي ماسكاها، بس انا عايزها تفضل الشريطه دي ماسكاها، لانها لو اتقطعت الحته البدن اللي من بره دي، لانها لو اتقطعت هتبص تلاقوا حته اللحمه فرطت منكم وبقت كل حته في شكل دي. هنعفر تاني، الطاسه بتاعتي سخنه، الطاسه بتاعتي سخنه، لازم تبقى الطاسه سخنه قوي. بصوا عملت ازاي، بصوا ايه اللي طلع هنا اهو، من حاجه بسيطه اهي، بصوا طلعت عضله من العضله اهي، دي عضله اهي كده اهو،
كل دي عضلات لازقه ببعض ومسكاها الخيوط او الحشوات بتاعه الكولاجين اللي جواها. احنا بقى مهمتنا ان احنا اللحمه بتحب بقى ايه؟ اللحمه بتحب الطبطبه. من الاخر اللحمه عايزه حد يطبطب عليها. اللحمه لما بتحط على نار هاديه اللحمه تاخد منها احسن نتيجه. بتحطها على نار حاميه الا لو انت بتعمل ستيك، ستيك لازم تبقى النار حاميه جدا جدا، بس ديك منها عضله فاحنا مش هنعملها بالنار العاليه دي قوي. حلو، تعالوا اوريكم هنعمل ايه دلوقتي. على طول احنا هناخد الطاسه بتاعتي سخنه، هناخد شويه زيت زيتون. الطاسه شايفين حاميه ازاي؟ زيت الزيتون نزل دخن على طول، خدت ملح وفلفل اسود الاول. خلي بالكم نعمل كده اهو، نسمع الصوت بتاع السيزل ده او الصوص بتاع صوص التش ده، هو ده ايه، دي العلامه بتاعت ان الطاسه مولعه. ده اللي انا عايزه. جنبي على طول هيبقى عندي ايه بقى؟ عندي بصل، جزر، كرفس، الثلاثي الاهم في اي اكله من الاكلات اللي زي كده. ناخد الفرنج بس كده نقلب بيه. خلي بالكم الطاسات اللي ظهر اللي زي دي بتدي لون بسرعه وتفضل محتفظه بالحراره. حبه حلوين، بصوا انا ما خدتش وقت، بصوا ايه اللي هيحصل. شايفين اللون؟ خدت لون في ساعتها عشان الطاسه بتاعتي حاميه كده اهو. اول ما اللحمه دي تبتدي تاخد اللون اللي انا عايزه ايه اللي هيحصل؟ هقوم نازل بالبصل، جزر، كرفس. بصل، جزر، كرفس، ده زي ما قلت لكم الثلاثي الاهم في المطبخ. حلو، اعمل ايه؟ هجيب العصير بتاعي، هجيب الصويا هنا، اللحمه كده بالظبط خدت لون اهو، ده اللون اللي انا عايزه. ممكن تدوا لون تاني اغمق براحتكم، ممكن نحط على الجناب، لونوا الجناب دي زي ما انتوا عايزين كده اهو، قشوها او توقفوها كده اهو. طبعا انا قاصد ان انا احطها بحته الماسوره بتاعتها، النخاع ده. ليه؟ النخاع ده لما هينزل بقى في كل الصوص اللي هيتعمل لها دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ هبص لو تقله، تقله واداله طعم واداله شكل واداله قوام. طيب لو انا ما عنديش، لو انا ما عنديش جزار عنده منشار كهرباء، لازم تروح لجزار شاطر يقدر يكسر لك حته اللحمه من مره واحده عشان ما يشظيش، ما يحصلش شظايا في العظم، فدي تلاقي العظم بيقرقشها في لسانك. عشان كده احنا بنقطعها بمنشار. وطبعا في ناس بتحب تجمد حته الموزه دي الاول قبل ايه؟ قبل ما تقطعها عشان تظبط معاها. حلو، اللحمه كده تمام. خدت لون حلو، شايفين اللون الذهبي الحلو ده؟ هو ده. الدقيق بقى هينزل يحط معاه الحاجات دي كلها. بص تلاقي الدقيق ابتدى، مع ان التعفيره خفيفه بس هيبتدي يربط، يديك صوص مش سائل قوي. ايه؟ كده؟ لا لا مش هتفطري، مش هتفطري بعد المغرب بقى لما ايه؟ اجيب لك حته منها دي كده، هشيل اللحمه. ايوه لازم ناخد كده، هشيل اللحمه بتاعتي اسيبها تريح شويه. كل اللي لازق في الطاسه ده، كل شايفين الحتت المنطوره دي، كل ده هناخده عايزينه. هنعمل بيه ايه؟ هننزل بالبصل الاول. هبص تلاقي البصل لونه غير. ليه؟ لانه مطرح اللحمه دي كلها. هناخد البصل كده اهو، ننزل بعديه على طول بالجزر. قلب قلب قلب. كده خدنا كل اللي فين؟ اللي في الطاسة ده ابتدى كله يحصل فيه ايه؟ يعمل له ديجليز. ديجليز يعني يسيح كل الستيكي بارس او الحتت اللي لازقة من اللحمة فيها. بعد كده هاخد الايه؟ هاخد الكرفس. هنزل بيه. بقى عندي بصل، جزر، كرفس. قلب ده كويس، يبقى الحبه، لان ده هيقعدوا في النار حبه حلوين، فما تقلقوش كل اللي جواه ده هيستوي.
ندي حته زبده، ندي حته زبده عشان نخلب بيه. مساء الفل يا ريس. حته زبده كده في السريع. حته ماشي. الناس بتقول لي كفايه زبده ارحمنا. بيقول لك بعتين لي شيف ميدو، بيقولوا لي شيف ميدو هو محمد صلاح بيحط كميه زبده مش طبيعيه. زبده. سلم لي على الحاجه بقى يا ميدو. لا ابو صلاح بيسلم عليك. كده تمام. هننزل بايه بقى؟ هننزل بشويه زعتر زي ما انتم شايفين كده، يعني عود كده بحاله زي ما هو ماسك نفسه. احطه معاها وهعمل، وهنزل بشويه صلصه، معلقه صلصه صغيره بس، تبتدي ايه تشوح لي المنظر ده اهو كده اهو، يديني اللون الاحمر اللطيف ده. ماشي. وهنقلب تاني. لو حاجه لزقت ايه اللي هيحصل؟ التقليب هيخلي الحاجات دي تطلع. طب لو انا قلبت ولسه في حاجات كتير لازقه، عندي معلقه صويا هتحللي كل ده. بص ماشي، هتحللي كل ده. طب ده لسه لازق يا ابو صلاح، لسه في حاجات لازقه ما طلعتش كلها. ماشي. هنعمل ايه؟ هننزل بنص كوبايه عصير عنب احمر كده زي ما انتم شايفين كده. لو انت حاطط الحاجه دي بـ 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 يعني بغيرها، كل ده هيفك. اي حاجه هتتحط بعد كده هبص ليها كل دي فكت. كل اللي بيفك ده ايه اللي هيحصل؟ هيطلع لي في الطعم. عشان كده ما حدش ياخد الطاسه اللي مليانه الخيارات دي كلها ويقوم حاططها في الحوض او يخش يغسلها. انا لما بحط سنه العصير او لما بحط سنه الصويا بتسيح كل عرق الطاسه او الحاجات اللي لازقه في الطاسه دي. كده احنا تمام. هنعمل ايه؟ ممكن بقى نحط الطاسه دي زي ما هي كده، نحط فيها حته اللحمه وندخلها. بس انا مش عايز اعمل كده. بصوا المنظر كده، كل الحاجات دي ساحت مع بعض وبقى الصوص لونه لطيف قوي كده وجميل. ف كل ده تمام. هنشيل الحاجات دي. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنزل بالثوم بتاعي الصحيح، يعني مش هحطه مفروم، هحط الثوم بتاعي كده زي ما هو. هيديني النكهه في نفس الوقت ما تقطعش، فتقدر تشيله اذا فضل موجود، لان هو هيبتدي يتهري ويستوي مع الاكل. الريحه طبعا انا مش عايز اقول لكم الريحه بقت عامله ازاي. انتوا شامين الريحه؟ يلا كده تمام. كده تمام. اقدر اعمل ايه بقى؟ احط الكلام ده، ممكن احطه في حله. خليني احطه لكم في حله عشان تبقوا فاهمين انا بتكلم في ايه. ليه؟ المرقه الكتير في الاكل، المرقه اللي هي ايه؟ المكعبات. بصوا انا مش يعني ايه، انا بالنسبه لي الحته دي مش يعني في الاخر، هو يعني هو في معلومات كتيره متضاربه جدا في الموضوع ده. شايفين المنظر اهو، انا هنزل دي زي ما هي. حلو. مفيش، لا بص اصل هو هي لو الحاجات دي فعلا بتعمل المشاكل اللي انتم متخيلينها كانت اكيد اكيد في وقت من الاوقات كان جت عليها لحظه واتمنعت. ماشي. لكن هي في الاخر لا، هو مش للدرجه دي. هو بص اي حاجه في الدنيا مهما كانت، حتى لو هي ما فيش فيها ضرر، كترها مش حلو اي حاجه. هي دي النقطه يعني. خلاص. فاحنا انا بالنسبه لي الاكل بتاعي منكه بالحاجات اللي انا بعملها دي، فمش محتاج ان انا احط ولا مرقه ولا محتاج حاجه من الحاجات دي خالص. خلي بالكم انا في الاول كنت يعني بناء برضو على ناس كتيره، طب حط لي مرقه، مش كنت بحط، ما عنديش مشاكل. كده بصوا البهاريز دي، البهاريز دي ما تترميش. كل اللي فات ده كان على نار مولعه مولعه. ماشي. هنعمل ايه دلوقتي؟ مفيش ولا حاجه من الحاجات دي خالص. ممكن نزود سنه ميه دلوقتي، ممكن، بس انا مش من هواه الميه قوي في البروتين، بس ممكن نزود سنه ميه. وهنحط معايا شويه
دوره بيبي كده زي ما انتم شايفين. دي الدوره الصغيره اللي هي البيبي الصوانطوطه دي، مش هحطها جوه، هحطها على الوش بس مع جزر صغير برده نفس النظام. حلو، تعالى نشيل الحاجات دي. حلو كده، انا تمام. طب ده عندي خلصان بالفعل، فانا هوريكم شكله عامل ازاي دلوقتي. نقدمه، ايه رايك؟ رايك نتقدم؟ يلا يا فندم. هنسيبها كده مع نفسها وهتتنقل على العين الصغيره على اقل شعله نار. زي ما قلت لكم اللحمه تحب الطبطبه عليها، لما تطبطبوا على اللحمه تحطوها على درجه حراره هاديه خالص، هاديه تماما، تسيبها اسرع. الناس فاكره العكس، علي النار، النار هتشد اللحمه، هتشد كل انسجتها هتشد. اقول لك على حاجه، لو جبتوا فرخه وقعدتوا تسقطوها كده وتطلعوها من الميه السخنه، ايه اللي هيحصل؟ بص لقوا كل الجلد بتاعها شد، نفس النظام. هي الفكره، هي اللحمه، اللحمه لما بتتعرض لدرجه حراره في الانسجه اللي فيها عضلات لدرجات حراره عاليه، اللحمه تشد معاك. مش كده، انا ما بحبش لما اجي اسلق لحمه اسلق اللحمه في نار سخنه، انا بحطها في ميه بارده، ميه من الحنفيه، وتبتدوا الاثنين يعلوا مع بعض. حتى اللحمه المجمده انت ممكن تاخدوا اللحمه من الفريزر زي ما هي، زي ما هي، حطوها في ميه من الحنفيه وهيبتدوا الاثنين يعلوا. اول ما درجه الحراره بتاعه الميه نفسها توصل لدرجه حراره انها تسيح اللحمه، ده معناها ان هما الاثنين ماشيين مع درجات حراره مع بعض. فانتوا لو عايزين تنجزوا يعني تقدروا تعملوا الحركه دي.